صنوخ خانقين بالدعم الدولي لقوات البيشمركة في الحرب التي تخوضها ضد إرهابيي داعش، مؤكدين بأن دعم البيشمركة هو دعم الديمقراطية والحرية. وأكد مواطنو خانقين بأن قوات البيشمركة تحارب إرهابيي داعش نيابة عن العالم، وأن الدعم الدولي لها يتوسع يوما بعد يوم. تفاصيل أوفى مع باسل الأركوازي. أشاد مواطنو خانقين ومن مختلف المكونات والشرائح بالدعم الدولي المهم والكبير لقوات البيشمركة خلال حربها ضد مسلحي ما يسمى بدولة العراق والشام داعش الإرهابية، مؤكدين على أهمية هذه المبادرة في دعم الديمقراطية في أرجاء العالم. نشكر الدعم الدولي لقوات البيشمركة في كافة الأصعدة، وهذا الدعم الدولي ساعدنا في تحقيق إنجازات كبيرة وانتصارات على الدواعش المرتزقة. نشكر قوات التحالف على هذه الهمة العالية التي إن دلت على شيء إنما تدل على أن كردستان العراق جزء مهم من العالم، كون هذا القومية التي أثبتت وجودها على مدى سنين الجحاف التي مرت به استطاع ان يكسب ثقة العالم وشعور العالم نحوه، ونحن كقومية او كأهالي خانقين نشكر قوات التحالف لتعاونه بهذا المجال. آخرون أكدوا على أن هذا الدعم جاء نتيجة لتيقن تلك الدول بأن قوات البيشمركة تحارب أعداء الديمقراطية والحرية نيابة عن جميع الدول الديمقراطية في العالم. إن استجابة المجتمع الدولي وخاصة الدول العظمى للوضع الراهن في إقليم كردستان وهجمات مسلحي ما يسمى بدولة العراق والشام داعش الإرهابية يعبر عن موقع إقليم كردستان في المعادلة الدولية. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، عباس الأركوازي. بدأت